في مستنقع العزلة تحاصره لعنة الشعوب والدول المحبة للخير والداعية للوئام والسلام طريقا لقيام عالم بلا حروب ولا عدوانات. سقط بوش غير مأسوف عليه في شر أفعاله، وأفحى معزولا مدانا من قبل البشرية بأسرها. سقط بوش في سوء ظنه وخيبته بأن العراق سهل والذهاب إليه كما غش جنوده سيكون نزهة، وما دروا بأن العراق جحيم ستصلي ناره ظهور المتورطين ووجوههم، وأن الداخل للعراق لن يخرج سالما. وهي الحقيقة التي أخفاها بوش متقصدا عن الأمريكيين الذين سيداهمهم الموت كلما تجاسروا ووطأت أقدامهم أرض العراق المحبة المحمية برجاله الأشداء من الشمال إلى الجنوب.